المتطرفات والمتصرفين القابضين على الجمر والمدافعين بإخلاص على نفسهم. الخزي العام للمتطرفات والمتصرفين الماكثين في مكاتبهم. نقول لهم نحن لا نناظر بالوكالة عنكم. أيها الساكتون كلكم مسؤولون. أيها الساكتون كلكم مسؤولون. أيها الساكتون كلكم معنيون. 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 أيها الوطني المتصرفين المغاربة قرر في آخر اجتماع للجنة الإدارية أن يقوم بخطوات تصعيدية ضد النظام المغربي وضد البحث السياسي والاقتصادي. من أجل ماذا؟ من أجل العدالة الأجرية، من أجل تحصين مهنة المتصرف، ومن أجل إعادة الاعتبار للمتصرفين المغاربة. ولكن الأحرار والشريفات والشرفاء ديال المتصرفين ليهزين على عاتقهم التغيير الجذري والتغيير المنشود، ماشي الإصلاح ديال بن كيران، ماشي الإصلاح ديال الحقير ديال بن كيران، ماشي الإصلاح ديال تفجير الدين، ماشي الإصلاح ديال العدالة والدولية. الإصلاح ديال سيرة وعد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة. وعدنا مفكرات طلبوا عيادة الشعب. لذا فالخطوة الأولى هي اعتصام يوم 11 مارس أمام البرلمان، اعتصام لجميع المكاتب الإقليمية والجهوية والمكتب التنفيذي واللجنة الإدارية. اعتصام مجموع بمبيت ليلي قدام قبة اللا برلمان لا وطني لا شعبي لا ديمقراطي. التصعيد التصعيد هذا صوت القواعد. 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 الاعتصام والصمود ديال المناضلين قدام المعتصم ديال البرلمان ديال الهوالة والبرلمان الصناعي عقودوا مسيرتين. المسيرة الأولى سوق العدل إلى بيت رئيس الحكومة لتنتمي النضالة الجمعية، ونتبعوها مسيرة ثانية من سوق الحج باب الحج من باب الحج إلى القصر الملكي. هذا صحيح. خرجنا به